خلي واحد ياخد انا الجلوكوما، قلنا ان الجلوكوما هي كونجنيتال يا اكواير، قلنا الكلام ده كونجنيتال مولود بيها، واكواير حاجه في سن كبير شويه، والاكواير يا برايمري يا سكندري. سكندري اكواير يعني ايه؟ انا عندي مرض في عيني ورفع ضغط عيني، سكندري اكواير. قلنا دلوقتي كان في برايمري دي معناها ان العيان اللي عنده ارتفاع ضغط العين ده احنا مش عارفينه سبب، يعني لا يعاني من امراض يا احمد، ما عندوش امراض في عينه ولا حاجه، ما عندوش امراض ولا حاجه في عينه، ما هياش سكندري يعني. طيب البرايمري دي شخصيا نوعين، برايمري كلوزد انجل جلوكوما وبرايمري اوبن انجل جلوكوما. يعني ايه اوبن انجل؟ يعني ايه كلوزد انجل؟ في حاجه اسمها زاويه العين، زاويه الخزانه الاماميه للعين، زاويه الانجل تشامبر، مش كانت الكورنيا كده والايرس كده؟ كان في حاجه اسمها الانجل، كان فيها ايش في الاوربيكولار مشورك على كانال مشلف، صح كده؟ طيب احنا يا احمد هنبدا نفحص الانجل دي. طريق فحص الانجل دي حاجه كده كان اسمها بونيوسكوبي. بونيوسكوبي لو انا فحصت الانجل شفت الاستراكشر تبقى الانجل بتاعتها اوبن ولا كلوز؟ اوبن. لو انا فحصت الانجل شفتش الاستراكشر تبقى ساعتها الانجل ايه؟ كلوز. حاجه اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوما صفحه 104 في الكتاب، صفحه كام؟ 163. انا بشرح من الاول خالص يا احمد اهو عشان حتى لو حد فاهم الحلقه اللي فاتت يبقى قاعد فاهم، ما يبقاش قاعد ايه خلاص. بعد اذنكم بس يمكن انتوا نسيتوا، انا مش هحب حد يتكلم خالص، خلاص خلاص مش بحب حد يتكلم خالص، تمام؟ فهنرجع تاني من الاول. انا بتكلم عن حاجه اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوما. جلوكوما يعني الضغط مرتفع، برايمري يعني برايمري اكواير ملهاش سبب، يعني مفيش مرض ولا حاجه عنده، ما عندوش مرض هو اللي ادى لارتفاع ضغط العين. امال ايه اوبن انجل وكلوز انجل؟ في حاجه اسمها الانجل، فيها شويه استراكشرز كده، ايش ترابيكولار مش ورك، انا شويه حاجات ثانيه. لو انا شايف الاستراكشر تبقى اوبن انجل، لو مش شايفها تبقى كلوز انجل. انا بتكلم عن اوبن ولا كلوز؟ اوبن. هي هنا بس نقطه، يعني نقطه الاستفهام او علامه الاستفهام، ازاي الضغط عالي وازاي الانجل مفتوحه؟ هتقول الكلام ده دلوقتي خلاص كده؟ يعني ازاي الضغط عالي في نفس الوقت الانجل مفتوحه؟ هنقول الكلام ده دلوقتي، هنقول الكلام ده دلوقتي خلاص؟ انا عايز اتكلم عن موضوع اسمه برايمري اوبن انجل جلوكوما. برايمري اوبن انجل جلوكوما العيان لا يعاني من اي امراض برايمري، والاستراكشر بتاعت الانجل يا حاج ادم متشافه ولا مش متشافه؟ متشافه. وضغط العين اخباره ايه؟ مرتفع. طيب انا عايز ابدا بطريقه يعني غير المترتبه عندك في الكتاب. ازيك يا احمد؟ لكن ايش تعال نزلت امبارح انا بس تعبت زعلان ازاي؟ نزلت الساعه كام امبارح؟ ياسر كان معاك؟ نعم معانا الساعة 1 ما اتصل بيها 12 موجود في المذكرة مش موجود في الكتاب، نفهمه بعدين بتوع الكتاب يبقوا يكتبوه براحتهم. ازاي الفتحات ديت او الاستراكشر دي متشافه وفي نفس الوقت الضغط عالي؟ عشان الترابيكولار مشور، عشان الترابيكولار مشور الفتحات بتاعته بقت ضيقه شويه. هو الترابيكولار مشور كده انت شايفاه ولا لا؟ شايفاه؟ الفتحات ضاقت شويه، شايفاه ولا مش شايفاه؟ شايفاه. فاهم قصدي ايه؟ ما كل اللي حصل ان في ناروينج للسبيسز الفونتانا، الاخرام اللي بيعدي منها الايكوز دي الاخرام الصغيره بدات تبقى ناروينج. ليه ناروينج؟ عشان في سيكننج للترابيكولار مش سيكننج، صوابع تخنق، فالفتحات اللي بينهم حصل لها ايه؟ ضاقت. وده بيؤدي الى ان الاوت فلو اخباره ايه؟
يعني تصريف الاكوس بيجراله ايه؟ بيقل، ومع الوقت الضغط بيجراله ايه؟ بيزيد. نقول كمان يبقى الايديولوجي ده مش موجود في الكتاب، يا ريت تكتبيه. الايديولوجي هو نقص الاكوس اوت فلو، نقص الاكوس اوت فلو due to thickening of trabecular meshwork مما ادى الى narrowing of spaces of fontana. الاوت فلو قليل نتيجه تخالف الترابيكولار ميشورك وضيق الاسبيس بالفونتان. معنى كده ان الارتفاع في ضغط العين ده هيبقى ارتفاع حاد ولا تدريجي؟ اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. اقري الاسم الثاني، اقري الاسم الثاني بتاع الموضوع، بتاع العنوان. برايمري اوبن انجل جلوكوما بين قوسين كرونيك سمبل جلوكوما زي الفل. يبقى باي ديفينيشن، باي ديفينيشن اتز نون كونجستيف. اكتب فوق نون كونجستيف او بايلاترال نون كونجستيف، اكتبه نون كونجستيف نون اكيوت. يعني هذا الارتفاع حاد ولا نوت اكيوت؟ نوت اكيوت. بايلاترال نون كونجستيف انكريز اوف انتراوكولار بريشر، بايلاترال نون كونجستيف انكريز اوف انتراوكولار بريشر. والانجل اوبن ولا كلوز؟ اوبن ان ذا ابسنس اوف انجل كلوجر، في غياب ان الانجل تكون مقفول. الانجل اخبارها ايه؟ عطيه مفتوح. هذا الارتفاع في ضغط العين هيؤدي الى ان الاوبتيك ديسك اللي هو الاوبتيك نيرف هيجرى له ايقاد العين خارج من الاوبتيك نيرف. في حاجه اسمها راس الاوبتيك نيرف هنا كده اهي، راس الاوبتيك نيرف دي هتبدا تنضر. هنعرف الكلام ده دلوقتي، هو احنا عرفنا قبل كده او هنعرف دلوقتي ان اضعف جزء في العين هو الجزء اللي خارج منه العصب البصري، ده اضعف جزء. طب ما الضغط يعلى جوه الكوره دي هيتشطر على مين؟ الجزء الضعيف لو مخرج الفايبرز بتاعت الاوبتيك نيرف اللي هو الاوبتيك ديسك. ثواني، هو الاوبتيك نيرف هيد ده لما تموت منه حتت يبقى الحتت اللي بتشوفيها اخبارها ايه في مجال الابصار؟ دلوقتي شويه الفايبرز اللي هنا دي ماتت مثلا، كانت بتشوف الجزء اللي فوق هتشوفيه ولا ما عنديش هتشوفيه؟ ما عنديش هتشوفيه. يبقى بدا يحصل اوبتيك نيرف دامج اند فيجوال فيلد ديفكت، تغيرات في مجال الابصار. الا لو سبتيها ممكن توصل الى بلايند ايه؟ بلايندنس. ثاني كده يعني انا ممكن اقول ان الجلوكوما هنا النوع ده من الجلوكوما هو كرونيك سلولي بروجريسيف اوبتيك نيوروباثي. يعني ايه هو اوبتيك نيوروباثي؟ يعني ايه؟ يعني مين العيان؟ مين العيان؟ الاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف. فعلا المرض ده تقدر تعرفيه زي ما الكتاب ما عرفه بين قوسين وانا حاطط عليه خط انه كرونيك سلولي بروجريسيف اوبتيك نيوروباثي. تعريف بيحبه الدكتور عادل عبد الرازق رئيس القسم جدا، يقول لك يعني ايه جلوكوما؟ ما تقولوش انا ارتفاع ضغط العين، تقولي له ده عباره عن اوبتيك نيوروباثي. اوبتيك نيوروباثي اعتلال في العصب البصري، ضغط العين العالي ريسك فاكتور، يعني عامل من عوامل الخطوره بس مش شرط. بس مش ايه؟ مش شرط. لو ضغط العين عالي قوي خلاص يبقى اكيد في مشكله. لكن افترض ضغط العين بوردر لاين، هو ضغط العين هدف من 10 ل 20. لو ضغط العين 18 هل ده يقول ان هو سليم؟ والله ممكن وممكن. واخد بالك؟ لو ضغط العين 22 هل يقول ان هو عيان؟ والله ممكن وممكن. الفيصل الاوبتيك ايه؟ الاوبتيك نيرف او الاوبتيك ديسك. يبقى نقول تاني، انا بتكلم عن موقف بايلاترال في العينتين مش عارفين له سبب، او مش عارفين له سبب يعني ملوش سبب ادى اليه، مفيش مرض عمل الكلام ده. احنا وصلنا ان في دي في الفتحات، لكن ايه اللي عمل الدي ده؟ مفيش حاجه، حاجه مع بتاع ربنا مع السن كده. بايلاترال نون كونجستيف انكريز انتراوكولار بريشر in the absence of angle closure مما ادى الى optic disc changes and visual field changes. مما ادى الى optic disc changes اللي هو كتب عندك optic nerve covering، هنقول دلوقتي يعني ايه covering ان شاء الله النهارده، و visual field changes او بين قوسين كرونيك سلولي بروجريسيف. ها كرونيك، ما هي كرونيك سلولي بروجريسيف اوبتيك ايه؟ اوبتيك نيرو. جميل جدا. كانسيدنس الحكايه دي بتحصل فوق سن ال 40. كانسيدنس الحكايه دي الميل والفيميل زي بعض ايكوال 6 ايكوال. طيب كانسيدنس الميل والفيميل زي بعض ايكوال. كانسيدنس الحكايه يوني ولا باي لاترال حسب التعريف؟ باي لاترال. بص بقى باي لاترال بس كتير جدا، وان اي بروسيد ذا اذر بتسبق الثانيه. يعني باي لاترال سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ اسيمتريكال، ممكن تكون واحده متقدمه عن الثانيه، هنحتاج الكلام ده دلوقتي. وهذا النوع من الجلوكوما هو اشهر نوع من الجلوكوما. يعني ايه؟ انتوا بعد الشر عليكم كلكم عينين جلوكوما. بعد الشر بدات افحصكم كلكم كده كلكم عينين جلوكوما، هلاقي منكم 90% من النوع ده. جبت كل بتوع الجلوكوما
كونجينيتال واكواير برايمري وسكندري ومش عارف واكثر 90% من عينين الجلوكوما برايمري اوبن اند الجلوكوما. في مشكله نسبه كبيره. بص بقى دي، بص دي عشان اشوفك هتفهمه ولا لا. 2% من البني ادمين اللي فوق 50 سنه عندهم المرض ده. ثواني كده، انا بقول 2% من اللي فوق 50 سنه سواء كويسين سواء وحشين. يعني انا هجيب كل البني ادمين اللي في الشرقيه اللي فوق 50 سنه كلهم ما يعرفوش ان عندهم اي حاله، وابدا اشوفهم كده الاقي 2% منهم عندهم برايمري اوبن اند جلوكوما. يعني الموضوع ضخم والانسنس بتاعه كبير جدا جدا. في مشكله في اللي انا قلته؟ طب تمام. ايه عوامل الخطوره الريسك فاكتور؟ كلام حفظ ده معلش بقى كده ايه، انا اضطر نغني فيه شويه. الحقيقه ان الريسك فاكتور اول ثلاث حاجات الايدج والريس والفاميلي. ده اللي انتوا بتاخدوه في الصحه العامه تحت عنوان نون موديفايبل، صح كده؟ نون موديفايبل ريسك فاكتور، البطاقه الشخصيه بتاعتك. حاجات في البطاقه الشخصيه بتاعتك. سن متوقع هذا المرض بيزيد مع زياده السن ولا مع نقص السن؟ مع زياده السن، ادي واحد. الريس الكلام ده كومن في الصمر شويه في البلاك. لو انت من بتقرا كتاب هتلاقي الكتاب كاتب افريكان امريكان. وطبعا احنا ناقلين من تكست بوك بتاع الامريكان. فهو بيقول لك المرض مشهور في الامريكان من اصل افريقي. اللي هو طبعا موجودين عندنا في خطر زي ما انت عارف. الزنوج يعني الزنوج. ماشي؟ كومن ان بلاك السمر شويه او بشرتهم خمرة شويه. وفي نسبه لا باس بيها حوالي 10% من الحالات فاميليال. فاميليا يعني ايه؟ امه كانت كده، ابوه كان كده، جده كان كده، عمه كان كده، حاجه فاميليا. الحاجات دي مش هتقدر تغيرها، مش هتقدر تغير سنك، مش هتقدر تغير الريس اللي انت منحدر منه، تمام؟ مش هتقدر تغير الفاميلي بتاعتك، خد بالك؟ عيلة الجحش، عيلة الحمار، مش هتقدر تغير الكلام ده، اه بتعمل ايه؟ دي حاجات ثانيه، دي حاجات ثانيه. وزي ما كنت بس عشان خاطر ما ترجعيش تساليني نفس السؤال ده بعد شويه، هتساليني الدكتور اسراء ده نفس السؤال ده بعد شويه. ايه هو السؤال؟ هو كاتب كده ان في بعض الامراض في العين مرتبطه بالحكايه دي، زي الميوبيا قصر النظر الشديد، وزي الريتنال برين اوكلوجن انسداد الوريد الشبكي. ما تقوليش ليه؟ لان انا هقول لك ده انسدنت. يعني ايه؟ هم جمعوا العيانين اللي عندهم برايمري اوبن اند جلوكوما. جمعوا العيانين اللي عندهم برايمري اوبن اند جلوكوما. لو نسبه كبيره منهم عندها مايوبيا، ايه اللي خلى المايوبيا تعمل برايمري اوبن اند الجلوكوما؟ ما حدش فاهم قوي. لو نسبه كبيره منهم كان عندهم امتداد في الوريد اللي بيغذي الشبكيه ريتينال فين اوكلوجن، ايه اللي خلى ده يؤدي الى ده؟ ما حدش عارف قوي. فاهمين قصدي ايه يا جماعه؟ يعني ايه عمليه انسيدنس بس؟ نسبه حدوثها في العيانين دول بتبقى زياده شويه. طيب برضه لقوا نسبه كبيره من العيانين دول دايابيتك، وقالوا ان الدايابيتس سكر بيقلل الريزيستنس بتاعت الديسك الاوبتيك نيرف هيد اللي هو العصب البصري، ما بيبقاش مستحمل قوي. بتوع الدايابيتك الاوبتيك ديسك بتاعه ما بيستحملش اي زياده ضغط العين، فاي زياده خفيفه كده ممكن تاثر عليه بسرعه. صح الكلام ده؟ كمان حاجه اسمها اوكيولار هايبر تنشن. هنشوف انتوا فهمتوا اللي انا قلته ولا لا. بس لو واحد ضغط عينه عالي يعني مثلا كده قول 22، هو ضغط العين النورمال من كام لكام؟ 10 ل 20، بس الاوبتيك نيرف بتاعه كويس، ده بيقول عليه جلوكوما؟ لا هي جلوكوما. ها هو في الجلوكوما المهم الرقم ولا تاثير الرقم؟ تاثير الرقم. طب هل الرقم عمل تاثير ولا ما عملش؟ ما عملش. فدي نقدر نقول عليها اوكيولار هايبر تنشن. اوكيولار هايبر تنشن، طبعا اللي عنده اوكيولار هايبر تنشن ده عامل خطوره ولا مش عامل خطوره؟ هو دلوقتي الضغط عالي والديسك كويس، لكن يمكن بعد شويه الضغط العالي ده يعمل ايه في الديسك؟ او يعمل ايه في الاوبتيك نيرف؟ ياثر عليه هو؟ واخد بالك؟ فده احد عوامل الخطوره. هنحفظ ازاي الريسك فاكتور دي؟ هنحفظها ازاي؟ ثلاثه نون موديفايبلز في البطاقه الشخصيه، ايج وريس وفاميلي. مرضين في العين وحاجتين مرتبطين ببعض، ايه المرضين في العين؟ مايوبيا وريتنال فين. وفي حاجتين دايما كده في الطب الدولي لازقين في بعض، دايابيتس وهايبر تنشن. مش كل شويه نقول دايابيتس مو هايبر تنشن؟ دايابيتس مو هايبر تنشن؟ بس الهايبر تنشن هنا مش المقصود بيه الهايبر تنشن يعني ضغط الدم، المقصود بيه اوكيولار هايبر تنشن. يعني ايه اوكيولار هايبر تنشن؟ يعني انكريزد انتر اوكيولار بريشر بس وزود اوبتيك ديسك ايه دامج او اوبتيك نيرف هيد دامج. صح الكلام ده؟ طيب ايه الايديولوجي بتاع الفيلم الهندي ده كله؟ انا لسه قايل الايكوس اوت فلو اخباره يا عم احمد الهي ليه؟ عشان نارنج السبيسز اوف مونتانا.
انت بقى في الكلام المفيد بقى انت في الكلام المفيد بقى بتكلم عن مين لو بتكلم عن مين خلي بالك بقى انا بتكلم عن واحد جديد في السن فوق سن 40 والحكايه دي هتجيله في عين ولا في الاثنين في الاثنين بس ممكن واحده تنفع الثانيه طيب والراجل ده عنده اي امراض يا ذكرت ولا ما عندوش اي امراض ما عندوش اي امراض خالص ما عندوش حاجه خالص كل الحاجات دي بتدخل في الفتحات بتاعه البيت الممتاز الضغط ارتفع بشكل حاد ولا الغوطه تدريجيه اذا السيمبتوم نو اكيوت سيمبتوم طب هنا بقى وتفنجين عينيكي نو اكيوت سيمبتوم مفيش اعراض حاده وبالتالي معلش 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 تشبيه رخم وبالتالي ممكن والدتي انا او والدتك انت او والدك انت من عند سن 40 يكون عنده ارتفاع في ضغط العين والعصب بادي يتاثر بدون ما يحس عشان كده اسم البتاع ده سارق النظر او حرام النظر يعني يرجع يسالك سؤال دمه تخين يقول لك تحب يجي لك انجل كلوجر جلوكوما ولا اوبن انجل جلوكوما انجل كلوجر ليه بقى لانها ترفع ضغط العين بشكل ايه حاد والعيان هيتالم الم شديد ويصوت ويروح يبحث عن علاج وانا لما يجي لي حاجه توجعني واروح ادور على علاج احسن من حاجه ما توجعنيش وعماله تسرق في النظر واحده واحده كارثه 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 نو اكيوت سيمبتوم لدرجه ان العيان ممكن يجي في المراحل المتاخره اللي بيحصلوا فيها هنقول دلوقتي كومبليت لوس اوف فيجن وبليرنج اوف فيجن حتى ان انت سيمبتوم حتى ان انت سيمبتوم بتبقى حاجات نون سبيسيفيك اسمع بقى حاجات نون سبيسيفيك اسال سؤال هو ليه ما تلاقيش سيمبتوم في حد عشان هي حاجه كرونيك وماشيه بالتدريج صح كده؟ عشان هي حاجه كرونيك وماشيه بالتدريج حتى لما يدي سيمبتوم بص 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 بيدي سيمبتوم ما لهاش اي سبيسيفيكتي خالص يعني هيبك هيبك ما انا عندي هيبك وانتوا هتلاقي عند عندكم هيك الشرايين الصحه العامه اغلبكم اكيد عندكم هيك اكيد اه والله العظيم منظر وهتطلعوا بعض الحصه دي هيك اكتر واكتر صح؟ هل الهيك ده حاجه سبيسيفيك؟ ادي حاجه معنى ممكن يعمل ايه تاني؟ لما بيحصل ارتفاع في ضغط العين هتقول الكلام ده ان شاء الله بكره في الحصه الجايه باذن الله بيبدا يحصل تاكل اتفضل يا لا حضرتك كمان هترد؟ انا هرد بس حضرتك كمان عادي طب ماشي هكمل طب هكمل الو دورا بص يا سيدي يا عم بص شوف بقى عطيه برضه حته عطيه برضه حته حتى لما يدي سيمبتوم هيبدا يدي سيمبتوم مش سبيسيفيك زي الهيدك وهنعرف ان شاء الله الحته الجايه باذن الله بيحصل تاكل في الشبكيه في الاعصاب بتاعه العصب البصري دي فمجال الابصار بيتاكل لو تاكل مجال الابصار الطرفي يعني اطراف الشبكيه اتاكلت والاعصاب الرئه اتاكلت واحنا بنحتاج الاطراف دي بالليل ولا بالنهار؟ طب انت طب ماشي بالنهار النور بيبقى زياده بالنهار النور بيبقى زياده فبيحصل لنا ضيق في الحلقه فنشوف السنتر او الاطراف بالليل بقى الضوء بيبقى خفيف شويه فيبدا يحصل لنا اتساع في الحلقه فنحتاج ان احنا نشوف مين بالاطراف فيقول لك ان العيان ده بيجي له ديلي دارك ادابتيشن ديلي يعني متاخر دارك ادابتيشن ما يقدرش يشوف مش في الضلمه محدش بيشوف في الضلمه في الضوء الخافي اكتبي جنب ديلي دارك ادابتيشن دي نايت بلايندنس بيجيله زي عشاء ليلي نايت بلايندنس نتيجه التغيرات في الاطراف ولا في السنتر يا عم ادهم الاطراف بس دي برضه حاجه متاخره يعني عشان يجي يشتكي بيها بتبقى حاجه متاخره وعارفه لو كتير لو عيان جه كتير من الدكاتره تعمل له ايه؟ فيتامين ايه؟ اشهر سبب للعشاء الليلي اللي هو عدم القدره على الرؤيه الليليه نقص فيتامين الف
ده ممكن جدا جدا 90% من الدكاتره يا دكتور صباح ما يجيش في دماغه الكلام ده، بيجي له فيتامين ايه. ايه كمان يحصل له ايه كمان؟ ركزوا بقى، ركزوا بالله عليكم عشان هتحتاجوا دلوقتي انا لما بكبر في السن بحتاج ان الدكتور يعمل لي نظاره اقرب ليه. يعني انا ببقى طول عمري ما لبستش نظاره، فبعد سن ال 40 كده يعملوا لي نظاره اقرب ليه. انت عارف تحس الناس الكبار كلها تمسك الجرايد كده عامله كده، انا كنت فاكرها انهم بيتنكوا. لا لا مش تناكة ولا رزالة، جدي كان كده كنت فاكره ان هو تنك يعني لحد ما فهمت مع الوقت. لا الحقيقة ان هو ما بيقدرش يشوف قريب فبيضطر يبعدها كده، فنعمله نظارة عشان تخليه يشوف قريب. فعارفين اللعبة دي اسمها ايه في الفيسيولوجي؟ بريس بايوبيا. بريس بايوبيا يعني شيخوخة الايه؟ الابصار. عارفين مين بيعمل الاكوموديشن؟ مش مهم تعرفه اقول لكم ايه اللي بيعمل اكوموديشن ده. حاجه اسمها السيلياري ماسل بمساعده العدسه بتاعه العين. السيلياري ماسل العضلات دي بمساعده العدسه بتاعه العين. هما بيقولوا لحضرتك لما بتكبري السيلياري ماسل بتاعتك بتضعف، فيبدا ان انت ما تقدريش تعملي اكوموديشن، فما تقدريش تبصي في القريب، فيجي لك الشخوخه بتاعه الابصار ديت، فتضطر ايه؟ شخشوخه. يجي لك الشخشوخه بتاعه الابصار دي، فتضطر تلبسي نظاره القرايه. صعب اللي انا قلته ده؟ لا مش صعب. ما ده اللي انا بقوله بقى. الراجل ده هيخش بتاع البرايمري اوبن اند الجلوكوما ده، هيخش بالبريس بايوبيا بدري شويه. يعني كانت هتبدا معاه 45، ده السن اللي مكتوب يعني في الكتب، تبدا بدري على 41 42. ليه بقى؟ لما يكون في ضغط عالي جوه العين دي مش هيبقى ضاغط على النيرف بتاع السيلياري ماسل، وضاغط على السيلياري ماسل شخصيه، هيخليها قويه ولا ويك؟ ويك. يبقى الاكوموديشن قوي ولا ويك؟ ويك. يبقى عنده بريس بايوبيا. ليه مين دكتور؟ قاعد في عيادته هيجيله عيان 41 سنه بيقول له ما بقدرش اقرا كويس او 43 سنه وممكن ينتبه للحكايه دي. الي صعب يعني، عايز حد فاطم يعني، عايز حد وعايز المريض اصلا يجي يعمل النظاره اساسا. قدرت انت من اهالينا يا جماعه بس كلنا كده 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 يقول لك ما يقراش حاجه. انا ما كنتش بقى انا بقيت كنت بقرا كده بقيت بقرا كده ولا بقيت بقرا مش فاكر حاجه يعني. هو مش هيجي احنا اصلا بتاع 50 سنه والله ما بهزر بتكلم بجد كده. يعني في حاجه كمان هتحصل له وبرضه مش سبيسيفيك مش هتلتفت اليها قوي، اللي هي الايرلي بريس بايوبيا. حصلت بدري، بدري ليه؟ عشان البريسنج الضغط على السيلياري نيرفز والسيلياري ماسل خلت ان في ويك ماسل فويك اكوموديشن. غالبا غالبا يا عم بيتر ما يحصل الحاجه الاخيره دي، ان يجي العيال لما يحصل له بليرنج اوف فيجن وماركت او كومبليت لوس اوف فيجوال فيه. يعني معلش انا احب اذكر بالخير يعني الراجل ايه الراجل الناس قريبنا يعني البنات تكون رايحين تزورهم، فانت عارف طبعا كل ما يلاقوا دكتور اي حاجه لازم يطلع عنده حاجه من الحاجات دي. يعني انت لو دكتور بطنه لازم يتقال بطني وجعاني او مش لاقي بطنه مش عارف ايش بعد زي يا دكتور عبد الله والله بنشتكي من ايه يا عم السيد؟ قال والله ده انا عندي تعب جد خير. قال لك انا اسمع بس الحوار ده اسمع. قال لك انا ما هو بص لندن ليون لا لا ده شكوى لذيذه جدا. لما بطل لندن ليون بعناية الاثنين بشوفها كلها، لما بخدم عيني الشمال ما بشوفش غير نصها بس. اكيد بالشكوى اكيد بالشكوى بس. قال لك انا بقى فطر 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 قوي، لما بيخاف الشمال ما بيشوفش من لندن ليون غير النص بس وبقية اللندن طايره. مجال الاقتصاد اخباره ايه؟ ضاع كله مش سايب له غير ايه؟ غير المبنى. اتكلم بس عن الصين؟ اه والله بتكلم بس. تعالى عم الصين لسه بالضغط ضغطه في السماء 25 ولا 26. مجال الابصار ضايع خالص. قاع العين الديسك متدمر. هو غصب عنه برضه لان هو الحاجه ده جاله صداع، جاله صداع من الضغط العالي بلالوت. مش كلنا كده يا ولاد؟ ريبو ميبو اي حاجه. اه والله المشكلة ايه؟ المشكلة ان مكان الإبصار اللي بيقع ده ما بيشعرش بيه هو قوي، لأن احنا عايشين في إضاءة قوية. يعني مجال الإبصار لما يقع ده ما بيشعرش بيه قوي، لأن احنا عايشين في إضاءة قوية. ممكن تغنوش أو تغطي على الإيه؟ على فقدان مجال الإبصار ده. وكمان العين التانية مفتوحة بتغطي على العين التانية أختها. فاهم الدنيا ماشية إزاي؟ نرجع تاني نقول. نرجع تاني نقول المرض ده مرض دكتور ولا مريض دكتور؟ يعني مرض تستني المريض يجي يشتكي لك ولا تحاول انت تبحث المريض اللي انت شاكه فيه؟ تبحث المريض. مش هيجي يقول لك بصي على فكره انا كذا فتكتشفي ان هو ميه زرقاء. لا 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 ان هو برايمر اوبن هاند لا 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 لا. احنا هنا في الدول المتقدمه
الدول المتقدمه تعرف ما سكريننج ينزلوا الخطاب للكوميونتي ينزلوا يعملوا سكريننج للبني ادمين اللي فوق سن ال 40 سنه عشان يطلعوا منهم مثلا ايه 15 20 واحد عندهم برايمري اوبن انجل جلوكوما وما يعرفوش. يبقى نقول تاني سيمبتومز نو اكيوت سيمبتومز. السيمبتومز كلها نون سبيسيفيك. هيديك ديلي دارك ادابتيشن ما بيشوفش كويس بالليل نايت بلايندنس. ايه اللي بريس بايوبيا وممكن جدا في المراحل المتاخره يجي بليرنج اوف فيجن او كومبليت لوس اوف فيجوال. عشان كده اعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى نفسك في التشخيص. فالمرض مرض فايند. تخيل ان الفايند دي احنا هنقضي معاها الحصه ديت والحصه اللي جايه كلها ان احنا ناخد الفايند دي فتفوته فتفوته ونتكلم عنها بالتفصيل. من واضح ان انت ممكن بمعلوماتك تنقذ مرضى كتير جدا من العمى. صح ولا انا متهيألي؟ ممكن تنقذهم. فلازم نحط المعلومات على بعضها. قالك عشان اشخص المرض ده لازم كذا شرط. اولا يكون العيان اضل يعني كبير يعني في السن يعني يكون تحت كبير كده الكلام ما تقدرش تقول ابراهيم الابن عندي الجلوكوما فعايز صغير في مشكله. اكتبي اضل دي اكتبي اضل عشان الدكتور وائل هيك بياكد عليها. اضل اضل بياكد عليها بياكد عليها. سوزن بيل سيبك من الاضل دي خلاص فك منها. ساين بيعتمد على اربع حاجات. اولا الاي او بي ها. ثانيا الاوبتيك ديسك اللي هو الاوبتيك نيرف هيد تشينج. ثالثا الفيجوال فيلد تشينج. رابعا جونيوسكوبي. جونيوسكوبي جونيوسكوبي يعني ايه؟ يعني examination of the angle. جونيوسكوبي يتفض الانجل اوبن ولا كلوز؟ اوبن اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوما. خلاص جونيوسكوبي دي انا مش هرجعلها تاني مش محتاجها اوبن وخلاص علامة فحص. يبقى انا فاضل لي ثلاث حاجات لازم اتكلم عنهم بالتفصيل. ضغط العين، تغيرات العصب البصري الاوبتيك ديسك، تغيرات مجال الابصار الفيجوال فيه. انت ناخد النهارده الاي او بي ان شاء الله والاوبتيك ديسك نكلم عمر وبلاش اتكل عليكم النهارده. المره الجايه ناخد الفيجوال تيك. ماشي تركي اتفقنا؟ اسمع بقى ايه ده كله عشان تسال سؤال؟ خلاص 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 عارف دماغك فاضيه صحيح. ضغط العين نورمال من كام لكام؟ ها؟ من 10 الى 20 ملم جميل. لو ضغط العين عالي قوي والانجل اوبن هل عندك شك في اي حاجه؟ لو ضغط العين عالي قوي بتتكلمي ب 35 والانجل اوبن هل عندي شك في اي حاجه؟ ولا عندي شك. ده هاي اي او بي مع اوبن انجل انت ديجنوستك خلاص. طب نورمال اي او بي يعني 18 مثلا هل نورمال اي او بي اكسكلود ديجنوستك؟ هتلخبطوا هتلخبطوا. فعشان تتلخبطوا لازم تعرفوا التشبيه اللي انا هشبهه ده. عشان اشخص البرايمري اوبن انجل جلوكوما اللي اتطلب ساعات الدكتوره صباح بتقول لك عليها بواك ولو قلت في الامتحان بواك هتبقى مشكله كبيره جدا. بقى احنا بينا وبين بعض ماشي بواك لكن هي بتتكتب كده لكن بتتنطق برايمري اوبن انجل ايه؟ اصلا منتشره دي لا بواك بواك طبعا انت عارف حشاشين بواك اه مفيش حاجه اسمها بواك اسمها برايمري اوبن انجل جلوكوما.
مرة في سنة من السنين طارق بيقول لي إيه على فكرة دكتور السراو مهم جدا. السراو تعرف السراو ده ايه؟ حاجة اختصارها كده السراو. قلت له السراو؟ قلت له يعني بص عبد في طلبة شاطرة ممكن تفوق معلومات الدكاترة بتاعتنا. كل مرة ده انا ما سمعتش عنه. فطلع يا ستي قال ايه؟ سنترال ريتينال ارتي اوكلوجن. ما عمرنا ما نطقناه سراو وهو الطلبة اصطلحت على تسميته كده. ده الاسم مش وسيرفو هتشوف حاجات سواد. المهم حضرتك ماشي بواد بس هي برايمري اوبن انجل ايه؟ جلوكوما. اعرفي بس التشبيه ده عشان اتلخبطه. انا عشان اشخص البرايمري اوبن انجل جلوكوما كاني بلعب بازل. عارفه البازل؟ لو بتجمعي القطع دي انا عايز اجمع ثلاث حاجات على بعض. هات ضغط مع شكل العصب بصر الديسك مع تغيرات مجال الابصار. عشان اكون صوره مكتمله واقول ان عندك جلوكوما. فهتفاجئ بالوضع الآتي: عيان جالك ضغط عينه كويس، بتبص في قاع عينه لقيت التغيرات بتاعت قاع العين تشبه لحد كبير تغيرات قاع عين الجلوكوما، مجال ابصاره يشبه لحد كبير مجال ابصار الجلوكوما، بس ضغط عينه ايه؟ كويس. هل النورمال اي او بي اكسكلود جلوكوما؟ لا. على فكرة الاي او بي النورمال ده ممكن يكون مش نورمال. على فكرة الاي او بي النورمال ده ممكن يكون مش نورمال وبيقدر تكتشفيه. عارفة ازاي؟ ركزي بقى خالص، ركزي بقى خالص عشان اتلخبط. ان كان الضغط عالي قوي والانجل مفتوحة قضي الامر الذي كنتم فيه في التفتيات. خلص الكلام، انتحر الكلام خلاص، ده جلوكوما خلاص. شوف لك حتة تمام. لكن هي المشكلة ان الضغط يكون طبيعي وانت شاك. ايه اللي شككك؟ بقية الحاجات التانية، الديسك او الفيل. لو ضغط طبيعي هلجأ الى الديفرنس ما بين العينتين. نورمالي الديفرنس ما بين ضغط العينتين لا يتعدى 4. لو اتخطى 8 ده دايجنوستيك ان فيه مشكله. حضرتك ما فاهم حاجه. ضغط اليمين 19 والشمال 10، هذان الرقمان في حكم الارقام نورمال، لان الرينج من كام لكام؟ 10 ل 20، الاثنين نورمال صح كده؟ لكن 19 دي النورمال، دي بعيدة عن اختها بأكثر من 8. يبقى 19 دي رغم ان الرقم يبدو ليك نورمال الا انه في مشكلة. لا فيش في مشكلة، في مشكلة. اقول تاني، يبقى الديفرنس بين تو ايز. ها الديفرنس بين ايه؟ تو ايز. الديورنال يعني اليومي، ديورنال فاريشن ان ذا سيم اي، ديورنال خلال الدي، خلال نفس اليوم. الطبيعي ان ضغط العين في الصباح الباكر اعلى ما يكون، وفي النساء ان ذا ليت ايفنينج اقل ما يكون. يمكن يعرف هذا يرجع الى ان افراز الكورتيزون صباحا في الفجر اعلى ما يكون. كانوا زمان بيقولوا لنا، وانا على نفسي ما بعرفش احل الكلام ده، كانوا زمان يقولوا لنا تصحى افراز الفجر وراس الليل. بصراحة اللي بيعمل كده ده احسن ساعتين مذاكره هم الصبح دول. يقول لك اشمعنى الصبح ده احسن افراز للكورتيزون الصبح؟ الكورتيزون بيزود التنبيه وبيزود الايه؟ الالرتنس. بس المشكلة ان الكورتيزون بيعمل ايه في ضغط العين؟ بيعليه. فمتوقع ان البني ادم الطبيعي ضغط عينه صباحا اعلى شوية من ضغط عينه ايه؟ مساء. لكن لا يتخطى الفرق في اي حال من الاحوال 4. لو ضغطت 8 يبقى في مشكلة. والله ما فاهم حاجة، والله. اجي للراجل ده وانا شاكك فيه، ادخله مستشفى العادي. ونقيس له الضغط خلال فترات اليوم، كل 4 ساعات خلال فترات اليوم. ده اللي نقيس له الضغط طول اليوم. مفروض ضغط عينه صباحا هيبقى عالي، العين اليمين، هي العين اليمين مفيش غيرها. عالي على المساء، لكن لا يتخطى الفرق كام؟ 4. صدي قيس صباح الباكر تلاقيه 19. وان ذا ايفنينج 10. فحكم الارقام الرقمين دول 100 ولا فرخ الجمعيه، لكن الفرق بينهم صباحا ومساء في نفس العين تخطى الرقم الذهبي اللي هو كام؟ 8. ففي مشكله ولا مفيش مشكله؟ في مشكله. اقول تاني، ده اسمه ديورنا الفاريشن في انه اي في السيم اي في عين واحده. لكن كان في قبليها نقطه عامله اسمها ايه؟ ديفرنس بتوين ايه؟ تو اي. والفيصل بيننا الرقم كام؟ 8. طب حد مذاكر؟ الانجل كلوجر جلوكوما برضه كان الفيصل فيها الرقم كام؟ 8 برضه، لحد ازاي؟ مش مهم. هنعمل له بروفوكيتيف تيست. بروفوكيتيف تيست كده نستثيره.
نخشه ننكشه. اه كان بيقول كده دكتور بكري. اه ننكشه. هننكشه ازاي بقى؟ ركزي بقى، خلينا نفكر في فكره الاختبارات قبل ما نعملها. هو الراجل ده التصريف اخباره ايه؟ التصريف قليل صح؟ التصريف قليل. طيب لو انا زودت الافراز ثاني واحده، التصريف عند الراجل ده قليل، يعني الحروف تقدر تقول ان هو ايه؟ مش قوي، لا مش مقفول، ضيق يعني، مش الفتحات مش واسعه. لو زودت الافراز الضغط الاجرامي جوه العين انا لو زودت الافراز بتاعك انت ضغط عينك هيزيد، بس مش بالدرجه اللي هيزيدها اخينا ده. واحده واحده. في اختبار اسمه ووتر درينكينج تيست، هيجي العيان صايم اشربه لتر من الماء، لتر ميه. بعد لتر ميه ده هيمتص وهخش الدم فيزود البلاد فوليوم. والاخوه الثانيه من ايه؟ من الضغط صح كده؟ الاخوه الثانيه من الدم، فيبدا السكريشن بتاع الاخوه تجراله ايه؟ يزيد. وابدا اسمه الضغط بعد شرب الميه بتاعك. انت لو راجل طبيعي الضغط قبل شرب الميه وبعد شرب الميه يزيد اخره خالص اربعه، مش فاهم حاجه. هيجي لي احمد هقيس ضغطه الاقيه 12، الراجل ده 100 100 اهو، اشربه لتر ميه واقعد اقيس له الضغط كل ربع ساعه لمده ساعه، يعني اربع مرات خلال الساعه. المهم في اخر الساعه هلاقي احمد مثلا يبقى 15، بالكتير قوي يبقى 16، يعني الفرق كام؟ أربعة. لكن لو قيسته كان قبل الاختبار 12 لقيته بقى 21، يبقى الفرق أكتر من 8، ده دايجنوستيك اللي عنده مشكلة. فهمت حاجة؟ كاتب أنا سطر في الأول جنب البروبوكيتيف تيست ده سطر فيه الشبه، كاتب كده، كاتب ثلاث أسهم، كاتب ثلاث أسهم. بصي فكرة الاختبارات، بصي تزويد السكريشن تعمل فوق، وبما إن في نقص في الفلو تعمل تحت، يبقى الاي او بي هيجرى له ايه؟ هيزيد تعمل فوق. فهمت حاجه؟ يعني انا هزود السكريشن تعمل فوق، وما ان الاوت فلو قليل تعمل تحت، الناتج النهائي من الاي او بي هيزيد تعمل فوق. خدت بالك ازاي؟ بس في الطبيعيين يزيد اقصاه اربعه، عند الراجل ده يزيد كام؟ اكثر من 8. نفس الفكره اكزاكتلي مور، نفس الفكره بالظبط، ان انا اعمل اختبار اسمه بريسكول تيست. بريسكول تيست ايه بقى القصه دي؟ ولا حاجه خالص، عادي جدا. انا هحقن تحت الكونجنكتيفا، يعني ادي العين اهي كده، هجيب حقنه احقنها تحت الكونجنكتيفا من ماده اسمها البريسكول. انت لو عرفت البريسكول دي بتعمل ايه هتعرف الدنيا ماشيه ازاي. البريسكول دي بتعمل في الاوعيه الدمويه فازو دايلاتيشن، فتبدا تعمل فازو دايلاتيشن، فتعمل فازو دايلاتيشن يعني تزود تدفق الدم. لما يزيد تدفق الدم السكريشن يجرى له ايه؟ وبما ان الاوت فلو قليل الضغط هيجرى له ايه؟ هيزيد. بس كده الارقام للاسف يا حسام مش 8. فلو مش عايز تحفظ له ارقام مش مشكله. لكن تركيز الماده اللي هي البريسكول، انا بحقن 10 مللي جرام بريسكول. لو زاد الضغط ما بين قبل الاختبار وبعده عن 11 الى 13 ده سسبيشس. لو جاب اكتر من 14 ده دايجنوستيك. يعني ايه؟ يعني انا استلم الضغط قبل الاختبار كان 10، لقيته في نهايه الاختبار 21، يبقى الفرق 11 ده مشكوك في امره. لكن لقيته 24 او 25 او 26 ده يشخص خلاص ان هو فعلا عنده مشكله. اقول تاني؟ فك من الارقام مش مشكله. نعم لا لا سجستيف ده شكاك. بص بالظبط انا مش بشخص، بس يعني انا بقول الكلام ده تاني لان انا قلته اولاني، بس انا بقوله تاني. انا مش بشخص بايتم يا دكتوره ساره، نيفر انا بشخص بايتم، نيفر ما بشخصش بايتم خالص، ما بشخصش بالضغط ولا بشخص بقاع العين ولا مجال الصاق، لازم تحطهم الثلاثه على بعض. فهو بيتحرى الثقه وبيكتب دايما سجستيف سجستيف. وكمل بقى، كمل مع بقيه الحاجات الثانيه. تمام؟ احنا تهنا صح يا دكتور؟ تهنا. لا والله تهنا. لو الضغط عالي والانجل مفتوحه خلاص بالظبط، خلص الكلام وده جلوكوز.
لو ضغط نورمال اكسكلود الجلوكوما لو ضغط اكسكلود الجلوكوما. فانا ارجع الى الله سبحانه وتعالى والى شويه اختبارات في ايه ديفرنس بتوين التو ايز لا تخطى 4 تخطى 8 يبقى خلاص يبقى في مشكله تجست ان في مشكله. غيرنا الفاريشن في نفس العين ان ذا مورنينج عالي ان ذا ليت ايفنينج قليل الفرق لا يتخطى 4 تخطى 8 يبقى في مشكله بروفوكيتيف تيست هنحاول ننكشه نغوز له كده نشوف هيعمل ايه نشوف كده تفاسيره هنعمل ايه. ووتر دريكنج تيست اشربه لتر ميه نشوف الفرق ما بين قبل لتر الميه وبعد لتر الميه بساعه. بريسكول تيست احقن الماده دي واشوف الضغط هيرتفع قد ايه. واخر حاجه خالص حاجه اسمها تونوجرافي الكتاب كاتبها وبعدين حصل انقطاع في الماده الخام وما كتبش اي حاجه بعدين تونوجرافي. فخلينا نفهمها وبعدين نشوف ايه تونوجرافي ايه الحكايه بقى. حد عارف جرافي يعني ايه؟ جرافي يعني رسمه. وتونو تونو برضه دكتوره طاره برضه تونو يعني تنشن. فاحنا نعمل ايه؟ عندنا جهاز بس يا واد عندنا جهاز حديد كل الخطوه دي ما غيرتش تتكلمي معلش بعد وقت بعد شويه ان شاء الله بعد دقيقه بلاد باذن الله مش هيجي نتكلم مع حد خالص بس يا ولاد بس يا بنت تضربي ابوهم بالشبشب كده مش هيجي نيجي نتكلم مع حد ابيض لا حد يتكلم مع بنت بس انت كرمت بيسأل على نوع الشبشب هتشوف كل واحد له يوم يا جماعه ده ينفي طبعا الدماغ مش انا لا يا عم بص يا سيدي دلوقتي انا انا حديد ما مش لو فاكرينها اسمها شيد 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 ده بيقيس ضغط العين حاجه حديد كده بتنزل تحاول بصي تحاول تعمل اندنتيشن يعني تحرس كده بالطرانيه وبناء على تحرك المؤشر نقدر نقول الضغط اخباره ايه. طيب انا هوصل الشيد ده بحاجه الكترونيه كده بحيث كل قرايه يسجلها لي. فانا هحطه على العين 4 دقائق بينزل كل ربع دقيقه يسجل قرايه ويطلع. فانا طبعا ناجح في الابتدائيه فتعرف انهم 16 قرايه. ماشي؟ كل ربع دقيقه لمده 4 دقائق فيبقوا 16 قراءه. اللذيذ ايه؟ اول قرايه هتبقى هنا كده. ثاني قرايه اقل منها. لان الجهاز ده لما نزل سجل قرايه بس في نفس الوقت عمل ايه في الاخوه؟ زقوا دخلوا جوه مين؟ ترابيكو رمشوا. فتاني قرايه اقل شويه اللي بعدها اقل 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 لحد ما اوصل لبلاتو. يعني الكيرف هيبقى عامل كده لان الاكوس اوت فلو اخباره ايه؟ كويس. ده لا نورمال. لو عنده جلوكوما هي الجلوكوما المشكله في مين؟ الاول فلو. فاول قرايه اللي بعدها تبقى اقل بس مش قوي اللي بعدها مش قوي كده. يعني الكيرف هيبقى عامل ازاي؟ هل في فاسيلتي سهوله في الاوت فلو زي الاولاني ولا مش قوي؟ مش قوي. خدتي بالك الفكره ايه؟ فلو انت من بتوع كتاب القسم يا ريت تكتبي الثلاث اسطر اللي انا هقولهم لك دول. لو انت من بتوع مذكره افتح برضه. الكترونيك شويه الكترونيك شويد تونومتر كونتينيوسلي بليس اوفر الكورنيا فور 4 مينت. الكترونيك شويد تونومتر كونتينيوسلي بليس اوفر الكورنيا فور 4 مينت. اي او بي ميجر افري ربع مينت اند كيرف از درون.
ضغط يقاس كل ربع دقيقه ونرسم كيرف فروم ذا كيرف من خلال الكيرف الفاسيلتي اوف اوت فلو ايكوز اوت فلو كالكوليت وتروح مسميه كده ورسمه كيرفين كيرف ربنا كرمه ونازل لتحت كده تكتبي عليه ايه نورمال وكيرف ربنا مش كرمه كده ومش راضي ينزل بسهوله تكتبي عليه بواج مش عارف بواج برايمري اوبن انجل ايه جلوكو فهمتوا الفكره ايه انا برضو بستغل العيب هو العيب فين يا احمد يا مرسي في الاوت فلو اقول تاني ولا تاخد كده يا مرسي في بكره ان شاء الله اوبسالموسكوبي تمام احنا قبل ما نفتح قاع عين اي حد بنحط له قطره نوسح بيها الحدقه شايف الحدقه واسعه ازاي وبنلبس الجهاز بقى على راسنا ولا جهاز الاوبسالموسكوب هذه الطاسه اللي على الراس تمام ونمسك العدسه في ايدين عشان نبص على قاع العين طيب دلوقتي انت بتبص على قاع عين واحد متوقعه ان انت تلاقي مين جوه او تشوفي مين جوه ادي العين اهي
وانا ببص على القاع بعد ما وسعت الحدقه. يبقى انا ببص كده بلاقي اول طبقه من جوه اللي هي الرتنة الشبكيه، صح؟ طب تمام، فهتشوف المنظر ده، ده المنظر بتاع قاع العين النورمال. تيجي معايا خالص بقى، ده منظر قاع العين النورمال. في كذا نقطه، اولا في منطقه اسمها الديسك، في منطقه اسمها الديسك، وفي منطقه عباره عن شبه اوعيه دمويه فيزلز طالعه من الديسك، وفي المركز. المركز حاجه اسمها الماكلا. نبدا بالمركز. المركز حاجه اسمها الماكلا، دي منطقه كبيره. السهم ده غلط مش صح، يعني الماكلا دي منطقه كده قد كده، حاجه كبيره كده، حوالي ده رقم كده هناخد في الريتنا ان شاء الله 5.5 مللي، مش خطيرتك مش خطيرتك. يبقى الماكلا هي السنتر، نص الماكلا، نص الماكلا اسمه الفوبيا، مش اسمها فوبيا سنترالي، يعني كان الفوبيا هي نص النص. بقى انا افضل كده مغزي جدا، يعني كان الماكلا هي السنتر اوف ريتنا. بصي، والفوبيا هي السنتر اوف ماكلا، يعني الفوبيا هي السنتر اوف ذا سنتر اوف ذا ريتنا زي الفل. نيزل، نيزل يعني ناحيه من خارج، بيطلع او بيتكون حاجه اسمها الديسك. ايه الديسك ده؟ ركزي خالص، افتح النقطه دلوقتي. العين مقفوله اهي، وراها العصب، صح؟ صح ولا لا؟ دي بدايه العصب البصري ده جوه العين، هو ده اللي اسمه اوبتيك نيرف هيد، هيد راسه، او اسمه اوبتيك ديسك. خدي بالك ازاي؟ طب هو العصب البصري ده اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن ان كل الفايبرز اللي في الشبكيه، اللي جاي من هنا واللي 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 جاي من هنا، فايبرات كتيره جدا جايه بتجمع نفسها عشان تخرج من خلال هذا الاوبتيك. ايه الاوبتيك ديسك؟ يعني كان الاوبتيك ديسك ده مخرج للاعصاب، وفي الاخر الاعصاب اللي هتخرج العين اهي، في الاخر الاعصاب اللي هتخرج من العين دي بتتجمع مع بعضها في الخرطوم ده، او في الحبل ده اللي اسمه الاوبتيك ايه؟ اوبتيك نيرف. فاهمين انا بقول ايه؟ طب تمام، هيسيب يا عم النور. يبقى اذا دلوقتي الديسك موجود فين بقى؟ بالصلاه على النبي كده، ها؟ طب السلام، موجود فين سعادتك؟ نيزل ولا سنتر؟ لا لا، ده نيزل، نيزل للماكلا. تمام، يبقى الديسك موجود نيزل. طيب الديسك ده مفروض ان لونه بينك زي ما انت شايف اهو، مورد كده. المفروض انه في الحتت البينك دي في نيرف فايبر، حاجات صغيره جدا بس مش هنقدر نشوفها دلوقتي. انا عايز تكبير جامد جدا جدا، ده نيرف فايبرايز، حاجات صغيره خالص. ربنا خالق في وسط الديسك ده حفرة، ربنا أراد إنه يخلق في وسطه حفرة حتة فاضية اسمها القبض، فاضية مفيش فيها أعصاب، يعني أعصاب 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 أعصاب، والحفرة دي فيها أعصاب ولا مفيهاش أعصاب؟ مفيهاش أعصاب، ده اسمه القبض. الدايرة كلها اسمها الديسك حفرة، وهي فعلا حفرة. الحفرة اللي في النص بتبرز شويه، واطيه شويه، نتكلم عنها دلوقتي. اسمها ايه الحفره دي؟ القبض. ربنا خليها ليه؟ عشان خاطر تطلع منها الاوعيه الدمويه اللي هتغذي الشبكيه، وتخرج منها الفينز اللي واخده البلاوي من الشبكيه. لو لاحظت كده، بص هنا كده في النص، هتلاقي مين طالع؟ اوعيه دمويه. خدت بالك ازاي؟ افتح النص. يبقى ربنا خالق القبض، ولو بصيت للقف ده كمنظر جانبي هتلاقي حته ديبريست كده، كمقطع هتعمل كده، يعني كل ده كده الديسك اللي انا رسمه. القف ده واطي شويه منخفض في المكان، ده مرتفع شويه بحكم ان جوه منه نيرف فايبرز رفعاه شويه، ده واطي في ماشي، واطي يعني مش وحش، يعني واطي يعني ديبريست في شالو ديبريشن بالظبط بالظبط بالظبط، شبه الصحن اللي بنحط عليه فنجان القهوه. شفت الصحن بتاع فنجان القهوه؟ الصحن ده هو الديسك. دايما الصحن يبقى فيه في الوسط ايه؟ حته دايره كده في النص، ديبريس، عشان ينزل عليها الفنجان بالظبط، صح كده؟ الصحن كله هو الديسك، والحته الديبريس دي هي مين؟ هي القبض. خدت بالك ازاي؟ بحيث انه
لا بتاع لازم تبقى حلوه قضيه لازم تبقى 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 لا يا راجل حجم القطب ده اللي هي الحتة الفاضية بالنسبة لمجموع حجم الديسك لا يتخطى 3/10 normally القطب to disk ratio 3/10 ايه بالنور كده لحد كده احنا مش فاهمين حاجة. بص الراجل ده كده الراجل ده احنا مركزين على صورة الديسك بتاعنا. الديسك فرايك كويس ولا لا؟ الكالر بتاعه ايه؟ بينك. الحجم تقريبا 1.5 مللي. في حته فاضيه هي ديبريس حته مش باين الديبريشن قوي بس هي باين انها حته فاضيه. بص 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 الديسك بينك الحته الفاضيه لونها ايه؟ ابيض لان باين مين من تحتيها؟ السكليره. صح ولا ده يعني مش الريتنا دي وراها كرويد بعد السكليره؟ مفيش في المنطقه دي كرويد بس في سكليره وطالع مين من جوه هنا؟ الاوعيه الدمويه اهي طبعا هي متفرقه فوق وتحت وشمال ويمين ومش عارف ايه. واحد فيهم ارتري واحد فيهم فين. صعب الكلام ده؟ تمام. فدلوقتي الديسك بينك والقب ابيض اهو والقب حجمه قد ايه؟ تقريبا الثلث. على فكره بيسموا الجزء البينك ده يعني ده كده قب بيسموا الجزء البينك ده حاجه اسمها نيورو مكتوب كل الكلام مكتوب نيورو ريتينال ريم. ريم يعني حرف. نيورو ريتنال يعني ايه؟ يعني اللي جاي من الريتنا للنيرف. بص بص لو ركزت كده هتلاقي حاجه ماشيه كده حاجه جايه كده ماشيه كده لحظه ولا متهيألي هي دي النيرف فايبر اللي داخله بعد كده مين؟ الديسك. فين في الديسك بقى؟ في الكف ولا في الحته اللي حواليه؟ اللي هي الريمه دي اللي هي النيورو ريتنال ايه؟ ريم. بص بقى الكف هنا قول لي سليم ولا تعبان؟ تعبان. حجمه كبير جدا. افتح النور عشان نعرف الاوبتيك نيرف هيد تشينجز اللي هي عندك في الصفحه دي اللي هي ممكن تشيلي كلمه اوبتيك نيرف هيد وتحط بدلها اوبتيك ايه؟ ديسك. اعتقد مكتوب عندك اوبتيك نيرف هيد ولا او انا بقول لك اكتبي كمان فوقيها اوبتيك ديسك عشان تعرفي ايه اللي بيحصل في الجلوكوما لازم تعرفي ايه النورمال. هو ايه النورمال؟ النورمال هو اللي كاتبه عندي. النورمال هو اللي كاتبه عندي ان الكالر لونه بينك. الحجم حوالي حجم الديسك كله حوالي 1.5 مللي. بعدين في السنتر بصي بيل سنترال ديبريشن كولد فيسيولوجيكال كاب حجمه 1:3 بالنسبه لكل الديسك يعني. وفي بعد كده حاجه اسمها نيورو ريتينال ريم حوالين منه. عندك في الكتاب وفي المذكره شرح النيورو ريتينال ريم هنأجله الحصه الجايه. مش غدش بالك نيورو ريتينال ريم ولا نقوله؟ طيب طالما انت عايزينه الحصه الجايه يبقى هنقوله. طالما انت متحمس كده يبقى بص يا عم المتحمس كلام سهل كلام سهل وعين تاني الحصه الجايه. اسمع بس كده ايه؟ مراد الجاي كمان الديسك اهو الديسك ده نيزل ولا فين مراد؟ خليكم معايا الكلام مش سهل. مين اللي في النص؟ ايوه مركز
اللي في النص كده منطقه اسمها ايه المكن. وادي لو عندنا مويه بس مش هلخبط الرسمه بقى. بيقول لك ان الفايبرز اللي جايه من الشبكيه كلها مقسمه نفسها على اربع انواع. نوع جاي من المكنه ده اسمه بابيلو ماكيولار باندل. بقول لك ايه ماكيولار فايبرز وخلاص، بابيلو دي للديسك يعني ماكيولار فايبرز وخلاص. ونوع جاي هي الماكيولا دي تمبرال للديسك صح، الماكيولا تمبرال للديسك صح ولا لا؟ ونوع تاني جاي تمبرال بس ما هواش ماكيولا. خد بالك ازاي يعني الماكيولا ماكيولا، في ناس تانية تمبرال فايبرز بس ما هياش ماكيولا وبتاخد شكل قرش، تاخد شكل قوس كده، قوس فوقاني وقوس تحتاني. يسموا الفوقاني سوبيريور اركويد والتحتاني انفيريور ايه اركويد. مفهوم الرسمه في المذكره بعد شويه، بعد شويه في المذكره. ايوه بعد شويه في المذكره، مش مرسومه في الكتاب خالص، مرسومه في المذكره طبعا 109. نعم 109 تمام. بعدين يا احمد خلاص كلام خلصت الكلام، انا خلاص خلصت بص خلصت. بعدين في فايبرز من النيزر فايبر ملهاش انواع، هي نوع واحد بس اسمه نيزر بس خلاص. يبقى النيورو ريتنال ريما ده بيتكون من كام باندل او من كام ناحيه او من كام حاجه؟ من اربعه. اولها حاجه اسمها ايه؟ ماكيولا. اثنين وثلاثه سوبيريور انفيريور اركويد، وبعدين اربعه ايه؟ نيزر. ارمي الثلاثه في الزباله هنقول له الحصه الجايه، ارميه خالص. خلاص انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل للديسك او للنيرف هيد بسبب الجلوكوما. هيحصل له تغيرات تجمعها كلمه دو اناس، بتحصل تغيرات تجمعها كلمه دو اناس. طيب علي ذلك يا اناس، اعملي الواجب، اعملي الهوم ورك، اعملي اي حاجه. ركز بقى خالص كلام، والله ركز الكلام، معلش انا اسف انا اسف انا ما بحبش الاختصارات دي، بس يعني مش هينفع غير كده. هتعمل ايه ناس بقى؟ ركز خالص. هو انت لو بصيت بس، هو انت لو بصيت على الديسك نورمال بتلاقيه شالو ولا ديب؟ يعني الديبريشن بتاعه غويط ولا حاجه خفيفه؟ طيب الديسك اصابي اهو والكب اصابي اهو، ركزوا خالص كب اصابي اهو، هو ديبريشن شالو حاجه خفيفه، الضغط بدا يعلى، هيخليه شالو ولا يعمل كده؟ صح والله بيتهيألي. بص كده اهو اسمع بس، مش بهزر خالص، مش بهزر خالص ولا اعرف ما اعرفش ده شكله ايه اصلا. خدت الفكره غلط عني في مصر اللي فات ده، انا جد والله. بص يا سيدي اهو صح، الضغط عيني هيضغط في كل الاتجاهات، يبقى من الاول هيضغط عليه كمان ايه؟ باكور صح ولا متهيألي؟ مش العين اهي كده؟ يضغط عليه باكور فيخليه بدل ما كان منظره كده يبقى منظره كده. يا نهار اسمح الكب كده عامل ازاي؟ يعني ديب. يعني ايه؟ ديب. مرسوم في المذكره كل حاجه. كل حاجه في المذكره. ديب عميق. الحاجه الثانيه صعبه دي، ديب صعبه؟ كل ده بسبب ارتفاع الضغط. تاني حاجه بيبقى اوفر هانج. اوفر هانج دي كلمه مهذبه. بين قوسين اندر ماين. لو انت في الباثولوجي وواجهتي بليجن بنفس المنظر ده توصفين نقول عليه ايه؟ اندر مايند ايش؟ مش بيقول لك شبه الفلاسكا؟ اندر مايند يعني ايه؟ مش بس مش بس بيبقى غويط، ده غويط وداخل لجوه كمان كده وداخل لجوه كمان كده. الاوعيه الدمويه وهي طالعه من هذا الاندر مايند ايش بتبقى اوفر هانجنج. ثواني وكب ربنا خلق عشان مين يطلع منه؟ فيزز. طيب الفيزز دلوقتي كده طالعه بالطبيعي كده عادي ولا طالعه من حفره غويطه؟ طالعه من حفره غويطه، تخيلي نفسك وقع في حفره غويطه، بتبقى نفسك تعملي ايه في حفره غويطه؟ صح؟ صح ولا متهيألي؟ نفسك تتسلقي وتمسكي على الايدج. يعني معنى كده الاوعيه هتلاقيها طايره ومتشعلقه من الايدج. صح ولا متهيألي؟ اكتبي جنب اوفر هانجنج، اوفر هانجنج متشعلقه بالظبط كده.
كلمه اوفر هانجنج دي يعني البيت الميتش على هوريها لك دلوقتي. متشعلقة مين كده شيء عين لام قام ايه ايه متشعلقة. ركز بس ركز بس ركز بس ركز خالص بس يا واد حته دي صعبه ليه خلينا نكون نعمل كاننا بنبص له يا عم الحاج بنبص له اهو بص له كده اهو انت بتفحصه من هنا اهو كده وبتبص له اهو انت بتفحص اهي بص كده اهو هتلاقي الوعاء الدموي كان ماشي كده في الارضيه وبعدين طلع لك هنا كده صح؟ الحته دي انت شايفها ولا لا اللي على الايدج دي؟ واللي في الارضيه؟ شايف. طب واللي مستخبيه دي؟ شايفها ولا يعني الجزء ده كده في مجال اكثرك موجود ولا مش موجود؟ موجود ولا مش موجود؟ فيتهيألك ان الوعاء الدموي اتقطع حتتين انت الرد هي دي نفس لو لا اوفر هانجي متشعلق هي انت الرد هي اللي سببها ان الايدج از ايه؟ از اندر ماين هتلاقي الوعاء الدموي كان ماشي ما عادش موجود وبعدين طلع في حته ثانيه خالص الكورس بتاعه انت الرد هو لما كان الديسك طبيعي والقبض طبيعي كان الوعاء الدموي انت الرد ولا انت شايفه كله من اوله لاخره؟ شايفه كله من اوله اوريك الصور دي دلوقتي يبقى ديب اوفر هانجي اوفل اوفل حط عليها علامه استفهام هيبقى سؤال الحصه الجايه ب 10 جنيه اللي ما يعرف كم بيقوله لي الحصه الجايه هتقول ليه هي اوفل الحصه الجايه في الاول في البدايه خالص ايه اللي بيبقى فيرتيكالي اوفل في البدايه خالص الخطوه اللي بعد كده حجم الكف بالنسبه للديسك النورمال قد ايه؟ ده 10 طب اللي زق الكف يا احمد يا مرسي وخلاه دي مش ممكن يزق الطرفين بتوعه ويخليه اللارج وايد بيشد شويه فايبر ودول شويه فايبر المساحه الفاضيه اسمها الكف هيجي الضغط يزق دول كده ويزق دول كده بل ده عشان زي ما هي ولا دي كمساحه كاريا كويت دي يبقى بدل ما كان 3/10 اصبح ان لارج والسي دي ريشيو يعني ايه سي دي ريشيو؟ كف وديسك ريشيو زادت ولا ما زادتش؟ زاد الحاجه الغريبه ان بيحصل ليزر شيفت للبلاد فيزل ايوه الله يخليكي ركزي معايا مش مشكله الكتاب مكتوب فيه ولا المذكره مكتوب فيها ايه بعد كده وعيشي معاها بس افهمي ان الكلام عايز فهم الحته دي بتسيب كتير جدا واحده واحده انت قلت دلوقتي ان في حاجه اسمها الديسك جواها دايره اسمها الكف الكف ده حجمه بالنسبه للديسك كام؟ اف 3/10 الاوعيه الدمويه بتطلع من نص الكف بالظبط وتروح راميه نفسها نيزه دي ده الطبيعي في مشكله كده؟ في مشكله؟ طيب لما حجم الكف زاد لسه الاوعيه الدمويه طالعه من السنتر واترمت برضه ايه؟ نزل مش ده الطبيعي؟ طب حجم الكف زاد اكتر واكتر 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 يبقى لسه لو الاوعيه الدمويه طالعه من السنتر ورمت نفسها برضه ايه؟ نزل حد يقول لي الوعاء الدموي كده وبعدين بقى كده وبعدين بقى كده بيتحرك ناحيه فين؟ نزل شفت البلاد فيزل انت في النور كده؟ قارن ما بين اول وضع للاوعيه الدمويه واخر وضع للاوعيه الدمويه قارن ما بين الوضع ده والوضع ده هي طلعت من السنتر ورمية نفسها نيزه زاد الكب اترمى اكتر 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 يعني الفيزلز بتروح فين كده يا جماعه؟ نيزل بصي الفيزلز كده استنف على حيطه مايله استنف على حيطه مايله الكب بيزيد فبتسند عليه فتترحل تترحل هي اصلا نيزل بس عماله تترحل اكتر كمان ايه؟ عماله الكب يزيد وهي تترحل اكتر ايه؟ نيزل بيحصل نيزل شيفت للبلاد فيزل ايه؟ انا بتكلم على الفيزلز ولا على النيرفج؟
على البذل نقدر شفت البذل اخر او قبل الاخيره الايه هي الحاله دي يونيلاترال ولا باي لاترال سيمتريكال ولا اسيمتريكال ففي تغيرات في العدتين بس اسيمتريكال يعني تغيرات بتحصل في اليمين والشمال بس ممكن في اليمين تبقى الشمال شويه او في الشمال تبقى اليمين شويه اسيمتريك الاس ممكن يحصل هيموريج اسمه سبرينتر هيموريج سبرينتر هيموريج لا لا مش بتكير لا سبرينتر هيموريج من كتر الضغط العالي شويه من الاوعيه الدمويه اللي حوالين الديسك دي بتضغط عليهم وتفرقع فتعمل لي نزيف على الخطوط كده اسمه فليم شيب هيموريج فليم شيب زي اللهب او اسمه سبرينتر زي خطوط او رجول العنكبوت حاجه خطوط كده سبرينتر هيموريج او فليم شيب كل اللي تاسكم واهم حاجه البروجريشن يعني دول ناس دي على رصمه بس اهم حاجه البروجريشن يعني ايه البروجريشن يعني احمد روسي جالي العياده بصيت في قاع عينه شاكيه اخد له صوره واجيبه بعد ثلاث شهور اشوفه لو لقيت المنظر بتاع الديسك بيتغير والامور بتتطور يبقى شهور اللي عنده مشكله مش هاخد صوره له هو مش لشكله صوره للديسك بتاعه والكب بتاعه دول تاني بقى دلوقتي الضغط لما بيعلى الضغط لما بيعلى بيعمل شويه تغيرات في الاوبتيك نيرف هيد يا دكتوره ايمان الاوبتيك نيرف هيد او في الاوبتيك التغيرات دي تجمعها كلمه دو ايمان بالاضافه الى البروجريشن هتلاقي الكتاب بتاع القسم كاتب البروجريشن دي بالبولد باللون الاسود والمذكره كاتبها بالحروف الكابيتال عشان تقول لك ان البروجريشن ذا موست امبورتنت ساين هو اهم حاجه تمام كده او اهم حاجه تطور الحاله دي انا على البروجريشن دلوقتي بس خلينا نخلص من اللي فات اول حاجه الكبه هيبقى بدل ما هو شال هيبقى ايه ديب وهيبقى ديب بشكل منطقي كده ولا هيبقى اندر ماين دي ايدج اوفر هانجنج فيزل انتر رابت فيزل اوفر هانجنج وفي الاول بيبقى اوفر وما عرفناش ليه الحته الجايه ب 10 جنيه ان شاء الله بعدين حجمه هيبقى ان لارج ادي الاي بتاعت هناك الام العياده دمويه رح تطلعها نقدر نشوفها الاي اسيمتري يعني العينتين غير بعض وفي الاخر في نزيف سبلنتر هيموريج كل ده كوم والبروجريشن ايه؟ كوم تاني اطفي يا عم النور خلينا نتطرق ده عيان عنده جلوكوما وبدا تحصل التغيرات اهم حاجه هتلاحظها زياده الحجم اللارج بدل ما 3 من 10 عمال يزيد تاني حاجه هتلاحظها ان ده شيفت للبدل طيب اتفرج كده على الفرق ما بين وعاء دموي طالع زي كده ده هو وهو نفسه لما بقى كده اوفر هاند تاني شايفه ده اهو وشوفت الاخر جراله ايه شايفه ولا مش شايفه اصلا باين طب بلاش ده هو نفسه هنا اهو باين في الارضيه باين ان هو ماشي وباين الارضيه بتاعته ولا باين زي ما يكون جاي من حفره ومتشعلق كده اه دي حاجه انا طالعهم دي كده شويه اهو ده هو وده هو خدت بالك باين ان هو ماشي طبيعي ولا متشعلق على الايدج الرسمه دي كلها في المذكره الصور كلها ما تجريش بالك بيها بقى طيب افتح يلا عم نور يعني ايه بقى حكايه البروجريشن دي ولا حكايه ولا حاجه شد يا عم ولا حكايه ولا حاجه ولا حكايه ولا حاجه اوه ولا حكايه ولا حاجه بصي يا دكتور ايمان معلش هو اسم اللي جاي في الكتاب انا ايه ولا حكايه ولا حاجه احنا عايزين المريض اللي يجي نقوم نقطن له صوره مش صوره شكله انا ليه شكله صوره للديسك بتاعه ونقوم نتابع الصوره ديت ونشوف فيه بروجريشن ولا لا تصوري بايه
في عندنا حاجه اسمها باندا فوتوغرافي، مفيش احلى من كده. باندا فوتوغرافي كاميرا تصوير قاع العين زي الفل. في حاجه اسمها نيرف فايبر انالايزر، جهاز مش بس بياخد صوره وكمان بيقيس لي سمك الفايبرز اللي في الديسك. السمك طب لما يزيد الضغط ويبدا يضغط على الديسك والقب، السماكه او السمكه او السجمنت هيجرى له ايه؟ هتقل. نيرف فايبر انالايزر. في جهاز اسمه او سي تي، سمعت عن السي تي بتاع المخ؟ ده اسمه او سي تي، اوبتيكال سي تي، اوبتيكال انالايزر، اوبتيكال كوهيرنت توموجرافي، اشعه مقطعيه بس بالليزر، بياخد مقاطع في الاوبتيك ديسك منها صوره ومنها برضه تحديد السمك يا ابن الذين. وجهاز اسمه ليزر اوبسالموسكوب، هو من ضبط على العين اسمه ايه؟ ده ليزر، بالليزر برضه بيقيس السمك، اسمه بالضبط كونفوكال ليزر اوبسالموسكوب. فكك من كونفوكال، خليك في ليزر اوبسالموسكوب وخلاص. الثلاث اجهزه الاخرانيين هو كاتب كده ذا لاست 3 انسترومنت، اللي هم نيرف فايبر انالايزر والاوبتيكال كوهيرنس توموجرافي والليزر اوبسالموسكوب، بيقدروا يحددوا النيرف فايبر ايه؟ تكنيك. يعني انا هيجي لي العيان اخد له صوره مثلا بالاو سي تي، سمك الفايبر كان كذا، بعدين مع 6 شهور لقيت السمك بيقل. هو ايه ده؟ طبيعي ان البني ادم سمك الفايبر بتاعته تقل؟ لا 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 خالص. يبقى في مشكله ولا مفيش مشكله؟ في مشكله. ده لو كنت لسه في مرحله الايه؟ الشك، مش في مرحله اليقين. الجهاز الموجود في الزقازيق من الاربعه دول هو الاو سي تي، عشان كده كاتب عليه مهم. اوبتيكال كوهيرنس توموجرافي. الشارع ده السنتر اهو صح؟ ده الشارع العربي. في الشارع الجانبي ده صح؟ وانت ماشي في الشارع الجانبي ده كده باخره على يمينك خالص في صيدليه نصر زي محمد. فعرفت كده تلاقي مركز الاشعه المقطعيه للعين. او سي تي، هنا يقبع جهاز او سي تي. وفي جهاز ثاني مركز النخبه عند مؤمن. القصد يعني ان في عندنا في الزقازيق جهازين. فالاو سي تي ده حاجه جميله جدا وحاجه عملت فرق كبير جدا معانا في التشخيص. صعب الكلام ده؟ صعب الكلام ده؟ سؤال غبي وانا جاوبته. ايه اللي عمل التغيرات دي في الجلوكوما؟ التغيرات دي كده ساعات يسموها جلوكوما كابنج. كابنج. الله 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 الله. جلوكوما كابنج يعني تحول القبض من زي ما يكون حفره في الصحن الفنجان الى الفنجان نفسه. في نفس كده بقى ايه؟ هوريها لكم دلوقتي. تحول القبض من حفره في الصحن بتاع الفنجان الى الفنجان نفسه، حاجه بقت عميقه وكبيره وحاجه جامده حلوه جدا. يا ترى ليه التغيرات دي حصلت؟ ايه الثيوري اللي بتفسر الكلام ده؟ ميكانيكا. شكرا. خلاص ميكانيكا. ايوه الضغط لما زاد راح ضغط على دول كده وكده وسعه انلارجد وضغط عليهم من ورا بقى ايه؟ بقى دي. في نظريه ثانيه مش هتفهموها خالص لو ما ركزتوش، اسمها فاسكولار ثيوري او اسكيميك ثيوري. قال لك ايه؟ قال لك ادي القبض. قال لك اللي بيحصل اول حاجه ان الاوعيه الدمويه بسبب زياده الضغط تتقفل، يبقى فيها سكليروز، يبقى فيها سكليروز. فلما تنقفل الاجزاء دي تموت، ولما تموت تعمل امتي سبيسز، كاتبها كتاب الله يكرمه كفيرمس سبيسز، يعني حته فاضيه. وقوم لما تصدف تملي سي تي، طبعا سي تي دي انت عارف ان هي كونكتيف ايه؟ تيشو فايبروز. فيقوم الفايبروزس لما يملى الحاجات دي يعمل ايه في القبض؟ يشده، فيخليه في الاخر ايه؟ دي نظريه طبعا ايه؟ المهلبيه. تمام؟ نقول تاني، مكتوب كده في المذكره، مكتوب كده اسكيميك ثيوري، سكليروزس للفيزل، ديجنريشن للفايبر، سمول امتي سبيسز، فايبروزس، باكورد ريتراكشن للامينا. اللامينا دي المنطقه اللي قاعد فيها الديسك، حته من السكليرا اللي فيها الديسك اسمها لامينا، لامينا كريبروز. بعد كده يحصل قبض. الحقيقه ان الكلام ده يا عماد كلام جميل وعلى راسنا، وفعلا الكلام ده كويس وبيحصل، لكن الحقيقه ان كل الدنيا دلوقتي عارفه ان اللي بيحصل ما هو الا ابوبتوزس. ابوبتوزس. كنت بنضار ازاي؟ ابوبتوزس؟ طيب ابوبتوزس. مش عارفين يعني ايه ابوبتوزس؟ اكتبي كده بس كده معلومه ليكي بس، عشان خاطر لما تخرجي بعد 10 سنين ولا حاجه الكلام ده هيبقى واقع لا محاله. ريسنتلي الابوبتو يعني ايه؟ بروجرام سيل ديث. يعني ايه؟ انت حلو. ايوه الضغط عالي تموت الخليه الحساسه اللي اسمها دكتور احمد.
دكتور علي انا مت يا اولاد الحلال الحقوني مت انتوا الاخرين يموت احمد اللي جنبي احنا مت يا اولاد الحلال مت ايوه مت احمد اللي جنبي واخد بالك ازاي بعد بعض القصه عمليه انتحار ايه انتحار جماعي لا ما بيصرفوش ابدا يعني اسم النور يلا جوازه اقصد اكتب ان دي النظريه الاخيره بقى خلاص اللي فيها ايه اللي جاي الزبده كلها خلصت خلصت يا امي عمرو ده اكتر واحد يحب العلم يعني ايه بقى يا ابو ده عمرو ايه رايك في الضغط ده حلو ولا وحش حجمه ايه كبير جدا اتفرج بقى اتفرج على اتفرج على الحاجه الاخيره اللي هنبني بيها ما تبصش هنا بص هناك بص هناك طيب ده حضرتك النرف اهو النرف اهو من ورا واخدينه من ورا اهو صح وده الديسك ده ازاي النرف هنا اتفرج يا ولد على جرافه الديسك الله 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 خدت بالك شفت الكابل الكابل ايه الله طب ايه ده ايه ده ايه ده شفت الكابل وان شاء الله الحصه الجايه هنعرف ان مع حدوث هذه التغيرات بيحصل ان مجال الابصار الفيجوال فيلد بيبدا يضيع فالراجل النبي الدنيا كانت حلوه صابريه والخضره والسماء بدات تقفل 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 لحد ما بيشوفش ان اللمبه بتنور ايه الطاقه يا راجل الطاقه بكره ان شاء الله الساعه 12 حصه صعبه جدا